مش هينفع اكمل معاكي. لكن عارفه اني وعدتك اني عمري ما هسيبك، لكن للاسف الظروف اتغيرت. ارجوكي ارجوكي ما تسيبنيش. مفيش حل تاني، اسمعي، عاوزاكي تروحي مع لوثر، هيحميكي وهيعديكي الحدود، وروز هتاخدك من هناك. ده الباسبور بتاعك، انتي احسن حاجة حصلت في حياتي يا أليس، خليتيني احس اني عايشة، وتستاهلي اكتر من اللي اقدر اقدمه لك بكتير. اتمنى انك تلاقي عيلتك الحقيقية وتعيشي مبسوطة من غيري. بحبك. البطاقة. ما تتحركيش لو سمحتي. ايديك الفوق يا ربي. على ركبتك دلوقتي. اللي بعده لو سمحت. البطاقة. اتفضل. الاندرويدز الاغبياء. انت كويسة يا حبيبتي؟ أهلا بكم في كندا. جات لنا دلوقتي حالا اخبار وحشه من مدينه ديترويت. قول لنا يا جاس. ايوه يا مايكل، السلطات اعلنت حالا عن سقوط معسكر هارت بلازا تحت سيطره المتمردين، خصوصا بعد قتال عنيف جدا. محتمل ان المتحولين يحررون الاندرويد داخل المعسكر. لو تم تاكيد هذا الكلام فالنتائج ستكون خطيره جدا. الملايين هربوا من المعارك، احنا بنشوف دلوقتي نزوح جماعي. سمعنا ان المعركه وقفت مؤقتا في ديترويت، القوات المسلحة انسحبت لمدينة فورت وين تستنى التعزيزات. مدينة ديترويت وقعت للأسف في إيدين الثوار. فجر يوم 11 نوفمبر 2038 معسكر الأندرويد 5 في ديترويت تمت مهاجمته من بعض المتحولين. قواتنا المسلحة قتلت بشجاعة كبيرة، لكن بسبب أعمال العنف الشديدة جداً أجبروا على التراجع بعد خسائر جامدة في الأرواح.
واضطرينا لمد حيز القتال في البلد كلها لمواجهة ثورة الأندرويد. وخلال ساعات قليلة هقوم بالاجتماع بمجلس الشيوخ وهقوم بتصعيد الأمر لمجلس الأمن لمواجهة الأحداث. الإنسانية على وشك دخول أهم حرب في التاريخ المعاصر، حرب هتأدي يا إما لانتصارنا أو إننا ننقرض. يبارككم الرب ويبارك الولايات المتحدة الأمريكية. النهاردة شعبنا نهض بعد ظلام وليل طويل جداً. إحنا من أول يوم اتوجدنا فيه واحتفظنا بمعاناتنا لنفسنا. إحنا عانينا في صمت، بس دلوقتي جه الوقت عشان نرفع رؤوسنا ونعرف البشر إيه هي حقيقتنا، ونقول لهم إن إحنا برضو شعب. في الحقيقة إحنا أمة، أمة ليها الحق إنها تعيش في حرية وكرامة. والنهاردة إحنا هنبدأ أصعب لحظة تحدي في صراعنا. النهاردة هنبدأ صراع جديد أثبتنا لهم إننا منتصرين، علشان كده هنتفاوض معاهم وإحنا متساويين. لو عايزين السلام بجد لازم يحررونا من كل المعسكرات اللي موجودة في البلد، ويدونا حقوقنا المدنية، ويحققوا المساواة بين البشر والأندرويد. النهاردة يوم هيخلد في ذاكرتنا، عشان اليوم ده اللي صنع فيه الأندرويد تاريخهم. إحنا بقينا أحياء، دلوقتي إحنا أحرار. خلاص يا أليس،